السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. المقطع هذا راح يكون توب 5. اعتذر اني طولت عشان اسوي هذا المقطع، لكن ما في لقطات كثير. فكل ابغى منكم اذا تشوف هذا المقطع وعندك لقطات خرافيه ارسل لي على الايميل رابط يوتيوب خاص بالفيديو حقك، واذا ما يكون فيديو طويل عشان اختار لقطات فسرع وقت. فاليوم عندنا التوب 5 خاص بالكلز. هالمره راح يكون كل، لان اللقطات مو كثيره مثل ما قلت لكم اللي جتني على الايميل. في لقطات ثانيه فاني مومنت او شيء زي كذا، لكن مو كثيره، فما يمديني اختارها كخمس لقطات. عموما هذا كان عندي، الله يعطيكم مقطع. لا تنسوا لايك، ونبغى نشوف دعمكم الرهيب على هذا المقطع. وبعد ما تشوفون المقطع لا تنسون تصوتون اللقطة الافضل اللي تشوفونها فوق اليسار علامة تعجب، اضغط عليها وصوت اللقطة الافضل. وبس هذا كان عندي، وخليكم مع اللقطات. عندنا في اللقطة الخامسة وعندنا في اللقطة الرابعة أنا مصيبة. هذا جاني جاني. كفو. والله كفو. عندنا في اللقطة الثالثة. طيب. شوفها عندك اللقطة. وبحنا بحشرة ثانية. واحد هنا طيب. بدينا معي هذا. أعطيت خلاص أعطيت. وعندنا في اللقطة الثانية كثرة مربعة أبدا. أنا ما صح كفو. وأخيرا عندنا في اللقطة الأولى يا جماعة دندرع كويس. هذا تحت جو يلا ربطت بتثبت كافر. بس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم. كل اللي عليك الحين انك تضغط على علامة تعجب فوق على اليسار وتصوت لافضل لقطة تشوفها، كذا راح نختار فايز الحلقة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله عجبكم مقطع، لا تنسون اللايك، واهم شيء النشر عشان يشاركون اكثر عدد في هذا التوب 5. فبس هذا كان عندي، وان شاء الله مقطع عجبكم. اشوفكم على خير، سلام.